في جريد 6، تعالوا نشوف مع بعض درس اسمه البرسنتج، ازاي نتعلم نحل على كلمة برسنتج. اوكي، عندنا البرسنتج بتاخد السيمبل دوت وده هنلاقيه في الكالكوليتر، بس احنا لازم نشتغل شوية مانوال. بمعنى ان انا لما اجي ادي لك النمبر وانا عاوزه في الفورم برسنتج، غير لما انا اديك البرسنتج واقول لك ان سمبلست فورم. طب انا لما ادي لك الفورم بالشكل دوت انت هتعمل ايه؟ انا عايز برسنتج يا مستر. هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه يا مستر هنعمل تايمز. يبقى انا باخد الراجل ده واعمله تايمز 100. يبقى لو انا اديتك النمبر سواء ديسيمال فراكشن ميكسد اي فورم وانا عاوزه في الفورم برسنتج تعمله تايمز 100، يبقى اكيد هنا الانفرس العكس بتاعتها، لما انا ادي لك النمبر معاه البرسنتج انت هتعمل ديفايد 100. بس كده؟ يا مستر بس كده. كمان مره، لو انا اديتك النمبر ميكسد هول نمبر فراكشن ديسيمال وانا عاوزه بالبرسنتج تعمل تايمز 100. انا مديلك السيمبل بتاع البرسنتج وانا عايزه ان سمبلست فورم تعمل ديفايد 100. بس كده؟ ايوه بس كده. درب نفسك وابعت لي كده وريني عرفت تحل ولا لا، هتلاقي الامور سهله لان انت يوزنج كالكوليتر. نبتدي بقى ندخل على الفورم اللي انت شايفه ده. بص كده بيقول لي 1.5 برسنتج اوف. خد بالك بقى من الكلمه دي، كل ما نلاقي اوف يبقى احنا هنعمل تايمز. هنا بقى ادي لك باوند، ادي لك كيلومتر، ادي لك كيلوغرام، ادي لك لتر، اي حاجه انا عايزها كلمه اوف هعمل لها تايمز. مش كده وبس، وتاخد بالك هنا مديني كيلومتر بس انا عايزها بالمتر، فلازم تبقى عارف ان كيلومتر عشان اعمله برسنتج اعمله كونفرت للمتر هعمل تايمز 1000. خد بالك من اللي انا بقوله، هسيب لك البورد ثواني عشان تعمل سكرين شوت. تعالى بقى نشوف هنا. فاحنا قلنا اوف يبقى انا هعمل تايمز، واحنا اتفقنا لما يبقى معايا انا البرسنتج، لما يبقى معايا انا هعمل ديفايد، يبقى دي 1.5 هعمل لها ديفايد 100. تايمز 3، واحنا اتفقنا كيلومتر تو متر فانا بعمل 3000. كل النمبر ده دخله في الكالكوليتر تديني الانسر اللي هو عايزها. واحدة واحدة وركز، الراجل بيقول لي 1.5 اي برسنتج 20% 10% اوف، ومديني هنا حاجة. لازم اخد بالي انت عايز ايه؟ ده كيلومتر انا عايزه بالمتر، فالاول الكيلومتر اعمله تايمز 1000، فبقي ده 3000، فبقي عندي هنا 1.5 اعمل لها اوفر 100 وكلمة اوف اعمل لها تايمز، وبدخل كل ده في الكالكوليتر واسيبك تطبق عشان هدي لك دلوقتي اشكال تانية. تعالوا كده مع بعض نشوف. بيقول لي اف ذا ويدث اوف ريكتانجل. ايه ده يا مستر؟ ايه اللي دخل الريكتانجل في البرسنتج؟ واحده واحده ما تتخضش. الويدث بتاع الريكتانجل ب 20% اوف اتس بارامتر. الله، يبقى انا دخلت لك كلمه بارامتر. فاول ما اقول لك بارامتر بتاع الريكتانجل تفتكر الرول، باخد الويدث بلس اللينث تايمز 2. طب يا مستر انا عايز، مش عاوز ال2 فانا هجيب الهاف. فطالما انا اديتك برسنتج يبقى البارامتر ده 100%، فانا هعمل ديفايد 2 او هجيب الهاف، يبقى الويدث بلس اللينث بقى 50%. طب انا معايا منهم الويدث ب 20%، يبقى انت هتعمل ماينس 20% يطلع لك اللينث 30%. واحدة واحدة ونقول مع بعض تاني، خد بالك معايا. الراجل الجميل ده بيقول لي كلمة ريكتانجل، فأنا عندي تو رولز على الريكتانجل، عندي اريا وعندي برامتر. طب أنا بكلمك عن البرامتر، يبقى الرول بتاعتها الويدث بلس اللينث تايمز 2. طب أنا مش عايز دول، أنا مش عايز كل الرول، أنا عايز الويدث واللينث بس، يبقى أنا هاخد الهاف. فهنا لما أكلمك عن برسنتج يبقى التوتال 100%. يبقى انا يا مستر هعمل لها ديفايد 2 تبقى 50، فبقي الويدث واللينث 50. انا معايا
من ال 50 20 اللي هي الويدث، فانا اعمل لها ماينس يبقى اللينث بقى 30 برسنتج. تعالوا نشوف، هسيبك برضو تعمل سكرين شوت عشان تشوف الستيبس وتحل لوحدك. تعالوا كده نشوف مع بعض حاجات هتلاقيها في كومبليت وتشوز. فهنا اهو مديني ديسيمال نمبر ومديني فراكشن وعاوز الصم، عايز اعمل بلس واجيبها بالبرسنتج. ما تتخضش، واحده واحده. شايف كل ده دخله في الخلاط كالكوليتر يعني. طب والانسر لا تطلع، هنقوم احنا اتفقنا لو انا عايز بالبرسنتج اعمل الانسر لا تطلع تايمز 100. اه يا مستر، بس كده، بس كده يا مستر. كمان مره، اديتك بلس، اديتك ماينس، وهنا تو نمبرز، اي مكان الفورم بتاعهم، نعمل ايه؟ نشتغل بالكالكوليتر. انا عايزها في الفورم برسنتج، حضرتك بعد ما تجيب البلس او الماينس تعمل تايمز 100. طيب تعالوا نشوف فكره ثانيه. بيقول لي انا معايا 20 برسنتج اوف ا نمبر. في المساله اللي فاتت كنت انا مديك النمبر وكنت عايز الانسر. المره دي انا عكست، مدي لك 20 برسنتج اوف ا نمبر، يبقى النمبر ده ميسنج، فانا بحطه ميسنج او اكتيف اكس. يبقى ايه هي ال 20 برسنتج من النمبر اللي تديني 60؟ بمنتهى البساطة أنا عايز النمبر سميته إكس، فأنا هاخد الـ 60 أعملها ديفايد 20 برسنتج وبدخلها برضو في الخلاط وتديني الأنسر. مسألة بسيطة ما تتخضش، ودايماً دايماً في أي امتحان يديني أي برسنتج ويقول لي أوف أ نمبر والنمبر ده ميسنج، يبقى هاخد الأنسر هعملها ديفايد هدخلها في الكالكوليتر هتديني الانسر. حاجات صغيره في كومبليت وتشوز برضه هسيبك عشان تحل.